وضع اقتصادي متردد يغذيه انقسام سياسي وشلل خدمي، أسباب تضافرت لتجبر اللبنانيين على العودة إلى ميادين التظاهر مجددا بعد أن أشعلت الحكومة شرارة الغضب المتراكم بفرضها ضرائب جديدة. الآلاف خرجوا في تظاهرات بالعاصمة بيروت ومدن أخرى لم تخلو من صدامات مع الشرطة، ما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء. وجاءت التظاهرات احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها. وعلى وقع التظاهرات أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري بعد أن لقي اثنان من العمال الأجانب حتفهما اختناقا من جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من الاحتجاجات الحاشدة في بيروت. المتظاهرون الذين حملوا أعلام لبنان رددوا شعارات عدة من بينها الدعوة إلى إسقاط النظام، متهمين أركان الدولة بالسرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين، كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عديدة في بيروت ومحيطها. لكن قوات الأمن واجهتهم كما جرت العادة في البلاد العربية بعنف، وسعت لإخلاء ساحة رياض الصلح من المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز وخراطيم المياه، كما عملت على ملاحقتهم وضربهم بالهراوات، فيما تحدث متظاهرون عن اعتقال عدد منهم. دعوات إلى الإضراب وجهها تجمع النقابات والاتحاد العمالي العام مع إقفال جميع المؤسسات والإدارات العامة والخاصة رفضاً للأوضاع الاقتصادية المتردية والضرائب الحكومية، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تعطيل المدارس والجامعات. قرار فرض رسوم على اتصالات الإنترنت يضاف إلى سلسلة إجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التي تعهدت العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار في محاولة لمعالجة أزمة اقتصادية خانقة يعانيها لبنان، الذي يرزح منذ سنين تحت وطأة التدخلات الخارجية والتجاذبات السياسية الحادة التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية.